سافر، قوم يا طير اللوى أرجوك سافر للعريس الزين، قل لها لك هدية ألف مبروك قلتها ما هل ماطر، والتهاني بعدها أكبر تحية. طبعاً هذه القصيدة مقدمة ومرسلة للأخ العزيز والصديق الغالي الشاب الخلوق العريس الدكتور أسامة صادق السلمي، ونقول فيها: يا حروف الشعر يا أجمل خواطر، شاركي ببيات معناها قوية، شوشي راسي وخلي كل طائر في السماء يرسل سلامي والتحية، للوفاء وأهله تبادلنا المشاعر، فرحكم هو فرحنا وإحنا سوية، يا أهل الفزعات وأصحاب الضماير ألف حية مرحبا في ذا وديه، طابت الأفراح وجت نجم البشاير في عرس ابن الرجال الحميرية، عرس سامة عرس لازم ما نبادر، كل لحظة كل حين وثاني، ألف مبروك للعريس من قلب شاعر توصله فيها الحروف الأبجدية، ألف مبروك للعريس من قلب شاعر توصله فيها الحروف الأبجدية، للعريس الزين سام ابن الأكابر يوم عرسك يوم فرحة عالمية، أشرقت يا نجمنا يا بدر سامر يا شعاع الشمس والبدر المضيئة، أشرقت والكون نوره نور صادر في عيون الكل أنواره قوية، قوم يا طير اللوى أرجوك سافر، قوم يا طير اللوى أرجوك سافر للعريس الزين، قل له لك هدية ألف مبروك قلتها ما هل ماطر، والتهاني بعدها أكبر تحية، ألف مبروك قلتها ما هل ماطر، والتهاني بعدها أكبر تحية، وسلامتكم ولأيكم شر. طبعا هذه القصيدة مقدمة ومرسلة للأخ العزيز والصديق الغالي الشاب الخلوق العريس الدكتور أسامة صادق السلمي، مقدمة ومرسلة من الأخ وليد الشارقي ومن كافة آل الشارقي، ومني أنا أيضا أخوكم الشاعر رياض حيدر.